السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأستغل هذه فرصة أهني كل فريق النصر ومشجعيه ومحبيه وإدارته بهذا الفوز في هذه الليلة، وأقول لنادي الهلال هارد لك، وكلهم أخوان وكلنا نشجع بروح رياضية ونتمنى للجميع التوفيق. والموضوع ليس هذا هو الكلام فيه، خلاص الرياضة انتهى وقتها وانتهى البارة وانتهت كل شيء. اليوم عندنا هنا قصة للشباب، وأرجو من الشباب ألا يطبقون مثل هذه الأشياء أو يقلدون هذا التقليد، لأن في بعض مزح جلف ومكروه وما يجوز وحرام مثل هذا المزح. فإحنا الليلة موضوعنا هو موضوع شباب عملوا مقلب، أو شباب سووا مقلب في خويهم. نسمع المقلب هذا ونسمع القصة. الحقيقة في ثلاثة شباب مسافرين في خط على سيارة، وبعدين أخويهم الثالث وراء، ومثلين ذيلا قدام. خويهم يعني مشهور بأنه ينام، وإذا نام ما عاد يصحى إلا بدبجة ومويه بن عليه وناه يصحى. نومه ثقيل يعني، كما احنا نقول له عندنا في المنطقة وفي كل مكان، هذا نومه ثقيل، ما عاد يحس ولا يشعر، كأنه مخدر خلاص. سبحان الله، لأن يختلف يعني من شخص إلى شخص، كل واحد له. المهم يعني وهم رايحين في الطريق تشاوروا ما هو يسوون له، وصلوا حتى محطة قالوا نرميه نحطه هنا عشان يبطل من هذه الشغلة ومن هذا النوم اللي ما يصحى فيه. وصلوا عند محطة في محل مهجور كذا، قديه نص الليل، عودوا غيروا قرارهم، لقوا صندوق مثل التابوت اللي يحطون فيها الموتى، وقالوا هذا ضاع ولقيناه، هذا الحل الصح لهذا، علشان يعني إن شاء الله تقع له درس هذه. يلا المهم ينزلونه ويحطونه في تابوت هذا، وضربوا أول واحد على رأسه، هم يبولوا لبسه كذا أبيض كأنه اللي مكفن، وهم تلثموا عشان ما ينكشفون ويضحكون وكذا، تلثموا وصبروا. المهم حتى نشوف القصة كيف. والله المهم يا حبيبي، أول واحد يلمخوا على رأسه لمخة قوية وصحي يعني، حتى صحي، قال له ما ها يسأله، قال له من ربك؟ أم ولد قام مفجوع وكذا، قال ربي الله. يلا وام ثاني يعني هو ماسك نفسه من الضحك، وام ثاني على طول قابل عليه وصفقه على راسه مصفق زيادة على هذاك. قال له طيب ما دينك؟ قال له مسكين دين الإسلام. يعني تفاجأ بنفسه يحسب انه مات وقدها له في القبر وفي المهم يا حبيبي، وجهذا مرة ثانية وقابل عليه، ذي المرة شف لمخه بكف خلى راسه يدور هكذا. قال له طيب من نبيك؟ قعد وفكر وكذا شوي، قال اقول لكم يا جماعه الخير لا تمكنوا من الضرب، اللي اعرفه شو اقول لكم، واللي ما اعرفه خلاص هذا، لكن لا تضربوا مني ضرب يعني. ضحك واحد منهم وبعدوا، لك المهم لثم واحد منهم بعده كذا انكشفوا، وانه ينزل عليهم يا جماعه الخير ضرب من غش، ومن من من يعني هذه المفروض انه مكرمتهن اللي يعني ما هو يعني، هل هذه مزح؟ هذا انتم بانفسكم ردوا عليه في التعليقات، اذا كان ترون هذا مقالب هكذا، وترون ان هذا مزح رجال، وترون ان هذا يجوز، وترون ان هذا يصلح، انتم المهمه يعني علقوا بتعليقاتكم وردوا علي رد في هذا الموضوع وفي هذه القصه. المهم القصه انه قام ضربهم حتى برد بطنه منهم، وانتهت القصه. واذا عجبتكم القصه لا تنسونا من الاشتراك واللايك، وأرجو عدم التقليد أو عدم المزح بمثل هذه الأشياء أو المقالب. هذه مقالب ما تصلح ولا تجوز، ولا حتى يعني ربنا سبحانه وتعالى ما يجازيك عليها ويعاقبك في هذا العمل، لأن هذا عمل يعني كيف تسوي مع إنسان بهذا الشكل؟ وهذه مي مقالب، هذه حرام، وهذا شغله ما يجوز. ونسأل الله العفو والعافية، ومع ذلك قبول، والله يحفظكم.